قال شو؟ عملت العرس بأغلى صالة وأرقى مكان، ولك تضرب هي وبنتها على هاللبس اللي لابسينه. لك ولا أهل العريس على أساس من أكابريت أهل البلد. إيه عليم الله عليم الله، ولك ما شفت أشرشح من هيك بحياتي. ليش ما شفتي كيف غقصوا العغيس والعغوس؟ يضغبوا على هالغقصة شو غليظة وتقيلة الدم. العريس بيشبه راغب علامة وما بيلبس إلا مثل عمرو دياب. هلأ العغيس بالرغم من إنه غليظ وما بينشاف بس في شوية جاذبية، أما العغوس تتفغم على هالموديل، تقولي مطغبة من هدول تبع الفيديو كليب بس قبل عمليات النفخ والشفط والتجميل اللي بيعملوها تروح عيونهم. مرحبا عليك جارتنا. أهلين جارنا. تعرفي كيف بيقولوا كما تدين تدان؟ خير هالحكي لألي؟ لك لحضرتك جارتنا، من شهر وقت عملتي عرس اختك سهام، كانت مرتي قاعده هنيك وام سامر جارتنا قاعده محلك هون بالضبط، وكانوا عم يحكوا عليكم نفس الحكي وشرشحوكم نفس الشرشحه انت واخواتي. ايوه. يا حغق حغيشك يا ابو فايز، شو بتحب تمزح؟ روح حبيبي، روح هلا على شغلك ولا تتدخل بحديث النسوان، مو وقت مسحك هلا. مو مزح النوب، تعرفيني جارتنا، انا ما احب المزح النوب. ايوه. معقولة يا ام فايز تحكي علي وعلى اخواتي؟ طولي بالك الله يوفقك، هذا جوزي يقطع عمره كثير بيمزح، رح اشرح لك. طولي بالك. اهلين جارتنا، ريتو الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك ويخلي لك اولادك وعقبال اولادك ان شاء الله. الله يسلمك. بدي اسالك جارتنا، صلاة محمد، ايدي على راسي، صحيح كان عريسكم مشرشف؟ كنتوا عم ترقصوا مثل سعادة؟ والعريس مش بهالكلمة؟ ايوه اقطع لسانك على هالحكي. الله يسامحك على هالحكي. ومنو هاد اللي كان عم يحكي هالحكي؟ مرتي قاعدة يوم وحيد جوا وعم يحكوا عليكي، إذا بدك بدق لك الباب بتفوتي لعندهم أو ناس. لا تقرني، أنا براسي بدقه. لا جارتنا، دقي بإيدك. اقعد من وشي هاي. خير يا أخي شو في؟ لك الله يعن ابو الشغل على ابو هالطرقات، اصلا لو مو رئيس البلديه عم يسرق ويضب لجيبته، كانت الطرقات بخير وسيارتي بألف خير، بس كله عم يدور على مصلحته، ما حدا سائل على حدا، لك الله لا يوفقك. رئيس البلديه ما؟ لك هو والحراميه اللي حواليه. صلاة محمد. الله وكيلك. مشي. لو مالك ابن حرام وعم تسرق وتحطه بجيبتك كانت طرقت بألف خير هلا، وسيارته كمان بألف خير، هيك قال الشوفير اللي واقف تحت تبع التاكسي. الله ليوفقك على هالعملة. العم شوفت. خير ليش عم تنفخ؟ هلا ركبي هون بقديش؟ مو بثلاث ليرات؟ بلا ليك بثلاثة. ليش؟ ما في شيء، بس ما كانوا يبطلوها للعادة. أنو عادة؟ بياخذوا الخمس ليرات وبيطنشوا على الليرتين. صلاة محمد هلا هو طنش على الليرتين؟ اي والله كل يوم بيطنش على الليرتين. معلم ما ترجع له الليرتين؟ رجع له. ايوه اذا ما معك ليرتين انا بعطيك ثلاثه عنه وبعدين بتحاسب انا وياه، رجع له الخمسه. انسينا شبنا لا تواخذنا. تضرب انت والساعه اللي طلعت فيها معي، والله ما انتبهت لك، انت طلعت من الموقف الثاني. ايه شفتك صف عمرك مع اغلصك. لك امي حاجه تحوز، هلا منوصل للبيت وبروح بشتري لك. ما بدي هلا بدي اشتري. اذا بدك تضل تدق هيك خلي عمو هاد يضربك، عمو بيضرب الاولاد اللي بيعذبوا امهم، ما بدي اسمع منك ولا كلمه. ها هس بالمره. هلا انت صحيح تضرب الاولاد؟ وانت شو حشرك بين الام وابنها؟ عفوا عم تحكي معي يا اخ؟ ايه نعم عم بحكي معك. ليش في غيرك مجرب بالميكرو؟ صف على اليمين معلم، لو سمحت صف على اليمين. على راسي ها؟ ايه والله صف له على اليمين، خليه ينزل على الحيط، خليه يروح شوف شغله احسن ما عاد ملتهي باولاد الناس. يلا على الحيط. روح شوف شغلي بس بتنزل معي، شرف، صف على اليمين معلم. على راسي يلا.
فيه. شرب بابا، لا يخرب بيتك. شرب على فكرة، على فكرة بدي يخرب بيتك عندي. شبك اليوم على الطريق كان وشك ما عم يتفسر، خير ان شاء الله؟ شو في؟ لا مبين شكله مبسوط هلا. لا تكون اكل لك شي مخالفه مرتبه. ها لا مبين شكله مظبط وضعه تمام. ليش الكذب؟ الله العليم انهاري من صباحيه ربنا مكركب. لا ليه؟ حزره مين طلع معي اليوم؟ مين؟ خير ان شاء الله. مين؟ رجع له. مين؟ الله يكون بعونك. الله يجيبك يا طولة البال على هالخبريه. الله يعينك يا رب. ايه وشو عملت معه؟ جايكم بالحكي، طلع معي مثل العادة على رجع له ورجع له ورجع له، قام مدري شو حشره مع واحد ضخم هيك سمين يا دوبه وسعان بالمكرو، قام مسكه ونزله لتحت ونزل فيه خبط. الله يفتح بوشك على الخبرية، ان شاء الله يا رجع له بتاكل قتل على قد ما بتقول رجع له. اي والله، اي والله. والشاي اليوم على حسابي. وانا عازمكم على 3 سندوتشات فلافل، بس خلينا نخبر الشوفرية مشان ينبسطوا، لأنه ما في واحد من الشوفرية إلا متحمض له على شيء قتلة. شرفوا سيدي، شرفوا. وين شرفوا؟ كمل كاستا. كملها على الطريق. يلا يلا. ها يا كريم. حبيبتي مالي عرفان شو بدي لك، بس أنا لازم روح على المطار هلا، لأنه طيارتي على الخليج بعد ساعة، وبوعدك بوعدك يا راما بس ارجع من السفر روح لعند اهلك واخطبك فورا. الله يخلي لي اياك يا حياتي. حبيبي خذ هذا الخاتم وحطه باصبعتك مشان دائما تتذكرني. ما في داعي حبيبتي، ذكراكي محفوره بقلبي. معلش يا حبيبي مهند، الله يخليك لا تخجلني. طيب حبيبي مشان ما تزعلي، ها هاتي. يلا حبيبي قوم قوم يلا. لا حبيبي انت قومي روحي، بس امن عليكي انك رحتي انا بروح. يا لطيف شو بكره الوداع. يا لطيف انا رح امشي حبيبي. طيب حبيبي الله معك. طيب روحي. باي هنوتي. باي باي حبيبي. باي حبيبي. باي. باي. هاي بيبي عادل، هاو ار يو؟ اهلين كريستين، هاو ار يو انتي؟ ام فاين، بس ما كنت اخرت عليك. لك شو تاخرتي علي؟ ايش قالوا لك عندي موعد طياره مسافر على الخليج هلا؟ لك عدي معي قد ما بدك، 10 ساعات 20 ساعه لبكره الصبح. ياي شو هذا الخاتم الحلو؟ كانه نسواني. هذا الك حبيبي، الك انتي وبس كريستين. ياي شو رايك؟ وندرفول بيبي وندرفول، بجنن عن جد. ميرسي على كريستين. قولي لي بصراحه اذا ما عجبك ببدله. نو نو وندرفول بجنن عن جد. ثانك يو. اصلا طالع لوحه مع ايدك. شوفي شوفي كيف احلى. يو كيلد مي مان، يو كيلد مي، اي لاف يو. احترم الذكرى يا قليل الاصل يا مزوي. الخاتم هاد اخذته من الصبيه اللي كانت قبل شوي. لك يا عيب الشوم عليك يا بيبي عادل، مدري يا هنوده يا كذاب. بعدين طيارتك على الخليج صار وقتها، يلا حط طيارة على الخليج وبنت كانت هون قبلي وخاتم. شو هاد الحكي اللي عم بسمعه يا عدول ولا يا هنودة؟ حبيبتي في سوء تفاهم بالموضوع. هم نوب، في سوء نية بإذني. هاي سمعتك عم تقلها للصبية إنك مسافر وراحت زعلانة المسكينة. معناها ما كذبوني الوقت اللي قال لي إنك كذاب. لك ليش لساتك عم تحكي مع منير؟ عم تحكي مع منير وبدها تحكي مع منير. احكي عمو لا تردي. ميرسي عمو، عن جد ميرسي. مين عمو؟ بس ما عرفت مين حضرتك. انا المواطن ابو فاز. ولك وانا بطل العرب بالكيك بوكسينج 3 مرات. صلاة محمد. طبعا، والمرة الرابعة راحت علي الميدالية بسبب سوء تحكيم. عليه هون هلا بدي اعوضها. يا زلمة هون. شوفي لي على هاللعبة ما احلاها، اخذت لي عقلي. يا عليكي والله حلوة، دائما بربحها. انك هلا امي اللي بقى هالموبايل من ايدك. والله ضيقتي لي خلاقي. هاتي لشوف احكي لي، شو رايك باللحمات تبع هالاسبوع؟
والله كتير طيبين، بس بدك الصراحة خلصوا قوام. وليه عليك؟ شو عندك ولاد فجعاني؟ لحقوا ياكلوهم بأسبوع. ايه ما شاء الله من عينك، كلهم كيليين لحمة، شو بدك يضلوا خمس أسابيع؟ لك احمد ربك اللي عم يطلع لك كيليين، المدير بذات نفسه عم يطلع له مثل ما عم يطلع لنا. عن جد عم تحكي؟ ايه والله، لأنه عم يحطوا اللحمة بقلب الأكل تبع المرضى. قال خايفين من التفتيش. وليه؟ عيلة التفتيش هاتي هاتي نشتغل. سجلي. السريع امشي. ربي يسلم هاليدين يا مدام. هي انا قديش اكلت، بس اطيب من هيك اكل ما شفت. لا انا بحكي معك مدام. مرحبا مدير. اهلين. هلا انت مدير مستشفى؟ لا علم الله مدير باكي. عم يجيك 100 كيلو لحم بالاسبوع، لكن القسمه عندها خمس اقسام، يعني 500 كيلو بالاسبوع. عندك 17 ممرض الاسعاف، 13 بالجلديه، 12 بالبوليه، 14 بالقلبيه. يعني لسه في 150 كيلو لحمة. وينون؟ انت شلون بتحسب الحسابات هاي؟ بعد منو انت؟ ولك كمان مواطن فايس ولك؟ ها؟ شو؟ مواطن؟ ايه قوم لبرا تاخدوا زتوا برا. الحمد لله بالله. اذا الدكاترة عم يقولوا انه ابونا مو مطول. معليش يا اخي، لا تزعل اخي. من هلا خلينا نتفق على تقسيم الورد على السريع. السياره لي والبيت لك. طيب البيت لك والسياره لي. بالنسبه للمزرعه صايره ارض كبيره وشجر كتير وفيها غرفتين مفشكلين. اخي انا باخذ الارض، انت خذ الغرفتين. طيب مثل ما بدك، انت خذ الغرفتين وانا باخذ الارض، واخواتك البنات منسكتهم بالبيت. شو حبيبي نسكتهم بالبيت؟ كل وحده منهم متجوزه واحد نايم له على كم مليون، نحن يا حسره علينا رايحه علينا. اسمع، الاسطوح لك والبيت لي. لا البيت لي والاسطوح لك. ايوه كان، لان الاسطوح بيتعمر كمان. هاي اختك. الو. والله عم يقولوا الدكاترة مو مطول. ما بعرف شو بدنا نعمل يا اختي. السلام عليكم. اسمع اخي، انت مو مطول. اللي بيقول لك بيكون كذاب. مو مطول بنوب، هذول اولادك صحيح عم يبكوا بس كذابين. واحد بياخذ مزرعه وارضيه، واحد بياخذ غرفتين مشكلين، واحد بياخذ سياره، واحد بياخذ البيت، واحد بياخذ اسطوح، واحد بياخذ البيت الثاني، وما بدهم يعطوا البنات شيء. قال شو؟ كل واحد جوزها نايم على كم مليون. صحيح اخي غنايا، بس هذا حق ورثه. بعدين لازم تصفي نيتك، انت رايح على دار الاخره. اسمع مني انا عم اقول لك. وينها؟ اعتبرني اخوك بالله. شو بدك بتقلي؟
وبس الله ياخذ امانته وتكرم من عيني هي قبل هي راح وزع لك نعوات بكل الشام. طمع الله يرحمه. الله لا يوفقك قتلته. بس الحمد لله مات مطمي مرتاح. بعدين انا شخصيا افايز راح نفذ اللي وعدته فيه. ايه ما راح تلحق تنفذ شيء. ليش ما؟ لانك راح تلحقه. وين؟ لا تلحقه. شو صار فيها فيك شيء صاغه؟ منيح اللي لساتك عايش والله. دكتور معقول الوزير هون بالمشفى وعامل كبسه مو مسمي بالرحمن بنوف؟ راح اعوذ بالله، الله لا يوفقك على الخبريه، وين صار؟ هون بالكيدو. هون كنزو؟ ايه ضبط كل شيء بسرعه، كل شيء خاصه مدته. يلا دكتور وين بدي روح فيه؟ لك حطوهم ورا هالبرافان. يلا سكي سكي. سكي مزبوط مزبوط. ايش يا بس مرحبا دكتور. اهلا اهلا وسهلا استاذ. الله يعطيك العافيه، زياره متشرف فيها بالمشفى تحت امرك. شكرا. برافو كل شيء تمام؟ كله تمام ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. حدا عنده شكوى؟ حدا ناقصه شيء؟ حدا بده شيء؟ احكوا. شو يا اخي عندك شيء بدك تحكي؟ لك هذا انت لك يخرب بيتك لك فساد فساد يخرب بيتك وبيت بيتك لك لامتى بدك تضل هيك؟ اه لك حل عن هالبلد بقى حل.